وشا. بالرغم انه انتاجيا احنا تعبانين قوي، لكن انا شايفة ان احنا كسبنا فنيا جامد جدا، واعتقد ان احنا يعني شوطنا شوطة كبيرة في المسلسلات التركي، يعني مصريين موجودين 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 موجودين، بالرغم ما عندهمش 1% من إمكانيات المسلسل التركي، لكن إحنا عندنا فنيين وفنانين وكتاب ومخرجين عظام. فبالرغم إنه أكيد كل منتج كان عنده مشكلة مادية إنه مش قادر يبقى فيه رشاس أكتر، لكن أنا شايفة إنه فيه رشاس في الصورة، في نصوص جيدة جدا ظهرت، في ممثلين جمال النصوص اكتشفتهم من جديد، أعادت اكتشفتهم من جديد. فبالعكس أنا شايفة إن السنة دي فيه صحوة درامية كبيرة، ده قلب الواقع اللي إحنا فيه، لأنه إحنا يعني كان زمان كنا طول الوقت نقول ليه في مستر إكس، في الطرف الثالث، في يعني عمالين نخبط في بعض، عمالين نلطش في بعض، عمالين نشكك في بعض، انا بشك فيك وانت بتشك فيا، انت حصلت لنا حاله يعني انا قلت الشعب المصري محتاج علاج نفسي من كتر كمان الصدمات اللي انت عماله تاخديها، يعني تقولي ده راجل عظيم ومحترم وبيحب البلد، وبعدين فجاه تلاقيه جاسوس وبيبعنا على طول انت شكه، فاهمه؟ فهو ونوس موجود معانا، موجود في أصحابي، موجود في حد قريب مني، إن هو فجأة ألاقي طريقته مش هو، يعني هو الراجل ده جراله إيه؟ يعني إحنا عارفة اللي هو إيه ده، ماله ده عمل كده ليه؟ فونوس بيجي، بس هو أول ما بيحس إنك ضعيفة أو شوية بيروح جايلك، بيبقى موجود معانا، وأنا عندي أصحاب فيه ونانيس كتير. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر، رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواتي، www.washwasha.org.